ليه جوزي مش بيرضى يجي معايا عند أهلي؟ طيب إيه مفهوم الترك والالتصاق؟ كتير مش فاهمين معنى كلمة الترك والالتصاق، وهل ليها علاقة بالإكرام؟ يعني أنا لما أترك أهلي وأروح لبيت زوجي أنا كده يعني بأخل بمفهوم الإكرام، ولا إيه معنى التلاتة دول وإزاي أكون بعمل توازن ما بينهم؟ المفروض تكون علاقة يعني متوازنة، يعني ما نتدخلش في حياة بعض بشكل يضايق اللي قدامنا. شايف أكتر حاجة إن هو يبقى فيه خصوصية، المفروض فيه المحبة، لازم المحبة تبقى متواجدة هنا وهنا. هو ليه أنا كزوجة لما بروح عند أهل زوجي من الآخر يعني بقلب وشي، طريقتي مش أحسن حاجة، طريقة التعامل بتاعتي ما بتكونش كويسة قوي، إيه السبب وإزاي نقدر نتعامل مع الأسباب دي؟ إيه طرق التعامل الصح؟ إيه الحدود الصح مع أهل زوجي والحدود الصح مع أهل زوجتي؟ حلقة مهمة جداً عن الحدود ببساطة الجمعة الجاية الساعة 9 في بيت على الصخر.